صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة السبت الموافق 28 يناير 2023. وصبح على جمانة. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير لك يا عبد الصمد، وصباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. بنبدأ معاكم حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر، بنبدأ كمان معاكم بداية أسبوع جديد. زي ما وعدنا حضراتكم امبارح، صباح الخير يا مصر هيقدم لكم وجبة ثقافية، وجبة فيها كل العناصر اللي بتدوروا عليها، كتب، دور نشر، وضيوف شرف منورنا في الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب. هتشوفوا مبادرات، فعاليات، حكايات وحواديت وقصص من صالات العرض، أكنكم هناك بالظبط. طبعا كل محبين معرض القاهرة الدولي للكتاب يعني تابعونا وهتشوفوا كل الفعاليات اللي بتحصل هناك. واعتقد يا عبد الصمد في ناس كتير قوي يعني مريدين معرض القاهره الدولي للكتاب كتير قوي. ده حقيقه يا جمانة، ويمكن هنتكلم على باب لغه الارقام، لان امبارح اول احصائيات طلعت بتقول ان عدد الوافدين في يعني اول ايام مهرجان القاهره الدولي او معرض القاهره الدولي للكتاب تخطى 250,000 مواطن، وده بيأكد الاقبال الجماهير الكبير على النسخه ال 54 من المعرض السنه دي، لان أغلب الأسر المصرية عندها حرص على المشاركة والتفاعل كمان، ويمكن ده اللي عكسته الطوابير الكتيرة قوي اللي كانت موجودة قدام البوابات لانتظار الدخول علشان تستمتع بالأجواء اللي موجودة جوه صالات العرض. كمان عاوزين نقول لكم إن دور النشر السنة دي ليها مشاركة يمكن مختلفة، مشاركة مميزة بتقدم فيها أفكار كتيرة قوي مميزة، سواء كانت للكبار سواء كانت للشباب والبنات تحديدا، لأن هو ده اللي مطلوب يا جمانة في هذه النسخة، فكرة اللي انت تواجبي المتغيرات اللي موجودة طبعا. علشان الناس اللي كانت عزفت زمان على القراءة وبعدت عن الكتاب يرجعوهم مرة تانية يعني هذه العادة اللي هتقدر تنور الأفكار. طبعا ده بكل تأكيد، وبالمناسبة القراية ملهاش بديل. يمكن كمان من الحاجات اللي كانت ملفتة للنظر الحقيقة مش بس عدد الوافدين أو عدد الزائرين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن كانت حاجة مهمة جدا فريق المتطوعين. هي احنا شايفين في كل الفعاليات اللي بتحصل في مصر شايفين فريق متطوعين على أعلى مستوى من شباب سنهم حتى صغير، وزي ما تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا في معرض القاهرة الدولي للكتاب متطوعين كتير جدا موجودين في كل صالات المعرض، واقفين كمان قدام البوابات عشان يقدموا كل الخدمات للزوار. يعني بمنتهى البساطة، لو في أي حاجة وقفت قصاد حضرتك أو حضرتك أمام، طبعا احنا بنتكلم على بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب، على سبيل المثال عناوين دور النشر، الصالات اللي عايزين تروحوها، أو الكتب اللي بتدوروا عليها، أو حتى البرنامج اللي بيبقى موجود كل يوم وبيكون مختلف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، على طول ما تفكرش، روح اسأل فريق المتطوعين اللي بيكونوا لابسين فست أو فستات لونها أصفر، هيساعدوك وهيكونوا دليل حضرتك أو حضرتك لأي حاجة ممكن تكون عندكم تساؤل عنها. طبعا احنا عارفين ان هي بتبقى مقسمة يا أحمد لا بارتيشنز، أو بتكون بالضبط أجنحة بتكون مقسمة، بيكون في فعاليات كتير جدا، صالات كبيرة جدا، كل صالة جواها أجنحة بعدد معين، فأكيد لازم يكون حد يساعدكم هناك وحد مطلع على اللي بيحصل هناك خطوة بخطوة، مشاركات عربية ومشاركات كبيرة جدا الحقيقة موجودة هناك. فيعني أعتقد أنه المتطوعين كل دول العالم موجودة طبعا بتشارك طبعا مش بس العربية. معرض القاهرة الدولي للكتاب من اسمه يعني ليه صبغه او صبغه طبعا. صبغه دي صبغه دوليه، عندنا الاردن السنه دي هي ضيف الشرف، وزي ما قلت يمكن التطوع يعني ليه دور كبير جدا في هذه النسخه رقم 54 تحديدا، لان ده بيسهل على الوافدين فكره التوافد وفكره اللي هم يلاقوا اللي بيدوروا عليه بمنتهى السهوله، لان احنا عارفين ان معرض القاهره الدولي للكتاب هو معرض مقسم لعدد من الصالات، صالات كتيره موجوده فيها عدد من الاجنحه بخلاف يعني الاف دور النشر اللي موجودة. التطوع كمان مش بس موجود لي يعني شباب بيدلوا الوافدين، لا كمان في تطوع موجود من فرق فنية متطوعة تابعة للسيرك القومي، ودي منتشرة في الساحات الخارجية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب. يمكن شفناها السنة اللي فاتت كانت في شكل فرق موسيقية، لكن النهاردة عندنا السيرك القومي. يعني بمنتهى البساطة كده أي أسرة ممكن اللي هي تروح تحضر العروض دي بسهولة بيسر ومجاناً، علشان خاطر يعني يكون في نوع من أنواع نشر الثقافة
وهنا بنتكلم على القوى الناعمة، سيرك القومي موجود علشان خاطر يعني تتكامل كل قوى مصر الناعمة، سواء كانت قراءة، سواء كانت فنون، سواء كانت فنون استعراضية أيضا، وعلشان خاطر يكون ده كمان نوع من أنواع الجذب للأسر إن هي تنبسط وتستمتع بأجواء الحدث الثقافي الاستثنائي اللي بينعقد في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحديدا. يعني مفيش حاجة ناقصة غير إن حضراتكم تروحوا وتشرفونا وتبحثوا عن الغاية بتاعتكم والكتاب أو الأدباء أو دور النشر اللي بتبحثوا عنها. صحيح صحيح. ده غير كمان بقى أولا الجزء المخصص للأطفال زي ما أنت قلت، الجزء التطوعي من السيرك القومي، أيضا في مسرح، سينما، ندوات ثقافية موجودة هناك، كل الكتاب، معظم الكتاب اللي بتحبوه ما يكونوا هناك كمان، قادرون باختلاف وحياة كريمة. طبعا في أجنحة خاصة بي يعني. صحيح طبعا هي مؤهلة بشكل كبير جدا لقادرون باختلاف، كل حاجة هناك الحقيقة. يمكن النسخة دي نسخة استثنائية لأن احنا كل سنة بنعمل أن احنا نطور أكتر ونعمل على نفسنا. بنصبح على حضراتكم جميعا، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير يا مصر.